السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وتوصلوا بهذا الفيديو ان شاء الله وتكونوا باحسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله لا قدرت ان شاء الله وغنحاول البنات. اليوم خارجه ندير واحد الخروج ان شاء الله، اون فيل ديال تولوز، وان شاء الله فيما مشيت هانتوما تكونوا معايا ان شاء الله. وحاجه واحده تنقول البنات اللي تيشاهدوا او المشاهدين اللي تيشاهدوا القناه نتاع بيوتي باي خديجه لاول مره، يضغطوا على صابوني وعلى الجرس باش يتوصلوا كل جديد ان شاء الله. اي فيديو حطيته ان شاء الله يتوصلوا به، واللي ما تيتوصلش بالفيديوهات ديالي يديزابونا ويتابونا ان شاء الله هكايا باش يتوصل بالفيديو نتاعي ان شاء الله. اذا البنات شجعوني وتنشجعكم وتندير المستحيل لارضاءكم. دونك البنات ما نطولش عليكم بلا 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 بلا، ان شاء الله تنقول لكم فرجه ممتعه والى فيديو مقبل ان شاء الله. انتما هنايا، هنا البنات انا تنتواجد هنا في كابيتول. هنا البنات من بعد ما تساريت شويه هكايا دخلنا هنا مع كان ماكدو قريب لينا هكايا، دخلت انا وبنتي وكل وحده شنو كلبات. صافي انا طلبت هاد الشلاضه بهاد الفينيغرات هادي كلها اللي تيعطيوها، وصافي هذا بالسمك وكت بنتي خدات مع الفريت. صافي هادشي اللي كاين، ان شاء الله نتلاقاو من بعد. صافي البنات من هنا من بعد ما تغدينا، صافي كما العاده خديت واحد القهيوه يعني غدا نبقى نشرب فيها ان شاء الله. دابا ندور نزيد نضرب واحد الدويره ومن بعد ندخل. صافي هنا من بعد البنات رجعت لوكلاخ، تقديت اللي خصني يتقدى، وهانتوما تشوفوا مع راس العام وكل شيء، السهادي والدنيا خاويه وسادين. صافي ان شاء الله نتلاقاو من بعد. هنا بالنسبه للبنات بالنسبه للكوتي غندير او احنا غنديروا مجموعين، غنشوفوا مجموعين الكيكه بالتفاح المقلوبه او ما تسمى كيكه التفاح المقلوبه هي هذه. المقادير شنو خصنا البنات؟ خصنا اولا غنصايبوا الكراميل. هنا غنستعمل واحد نص كاس ديال السكر الخشن اللي غنذوبوه هنا في الكسخون هنايا، يبقى عاد نحطو في المول، او الا كانت عندك هذيك المقله الثقيله باش نديرو مسمن او رغايف هذيك ديري فيها السنيده وديري على الفرن هادئه وديري الكراميل. دونك هذا ديال الكراميل
وبالنسبة لخبز الكيكات نحتاجو كأس ديال العنبة ديال زيت المائدة، كأس ديال السكر الخشن أي السنيدة، 4 البيضات، تنحتاجو 2 تفاحات أو 3 تفاحات على حسب الحجم ديال التفاحات اللي قطعتهم على شرائح هكذا. كما تلاحظوا، وعندنا الدقيق حسب الخلطة، يمكن لك 4 حتى 5 ديال الكيسان ديال العنبة. وعندنا هنايا 2 ساشي ديال الخميرة شيميك، هنايا حاجتنا ب14 غرام ديال الخميرة. دونك صافي، ان شاء الله ندوزو الان نصايب الكراميل، يبقى ندوزو باش نشوفو الطريقة ديال الخلط ديال الكيكة. صافي هنايا البنات، كنحطو هنايا 4 ديال البيضات نتاوعنا، نضيفوا ليهم الزيت والسنيدة وهنطربوهم. البنات ها هو الكراميل تاعنا، ها هو دا، صافي ها هو وجد. هانتوما كما تلاحظوا، صنخليه يبرد ليا شويه ونحطه في المنتاج ديال الكيكه. صافي هنا الكراميل تاعنا ها هو دا، صافي غنشد مقلنا نستف تفاح هكذا. هكذايا ان شاء الله نتلاقى من هنا. من بعد ما طربت البيض والزيت والسنيده، وضفت نفس ما قلت لكم البنات قبصه ديال الملح وصاشيه ديال الفاني. من بعد ما طربنا هاد المكونات كامله، تنجيب دائما كما تنقول لكم البنات دائما غربلوا الدقيق نتاعكم. هنا نضيف الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق البنات، تقريبا يدي لكم من 4 حتى 5 ديال كيس العلبه. صافي هنايا انا غربل الدقيق نتاعي، هاد اثناء نضيف الصاشيه ديال الخماره. هنا البنات راه عندي انا فيهم 11 غرام، نخلي قليل حاجتنا ب 14 حتى 16 غرام ديال الخميرة. صافي خليت قليل منه، صافي نخلط الخليط ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي هنا البنات، من بعد ما خلطت الخلط نتاعي، هانتوما شتو تشوفوا القهوة نتاعو كي داير. صافي نعمر المول نتاعي وندخلو الفرن على درجة 180 تقريبا، شنو نقول لكم البنات، 20 دقيقة هكذاك، وان شاء الله تنطلقوا ونشوفوا الكيكة نتاعنا. الكيكه نتاعنا ها هي دي البنات، دات ليا في الفرن تاعي، دات ليا تقريبا 40 دقيقه. هانتوما كما تجي تجي هائله البنات ولذيذه، وجربوها البنات. رانا ديجا عندي على ما اعتقد 2 فيديوهات مدارهم بالكيكه، كيكه مقلوبه وكيكه عاديه ديال التفاح. دونك هنقول نوريكم
وتجي البنات مقرمشه. البنات ما ديروش ليا على صبعيها، هانتوما شوفوا في سبيلكم البنات. شوفوا درت الكراميل وانا نحط يدي هكذايا، حطيت يدي نسيت بانه راه باقي حامي، عرفتي تصوروا البنات. رمشات لي هنايا دارت ليا بواقه هنايا، درت ليها هاد الكريم هذا باش تهدنات عليا. ايوا ما كاين مشكل هنا. ها نتوما شوفوا كيما شوفوا كي تجي البنات، شوفوا كي تجي واعره واعره. تنتمنى تجربوها البنات، ان شاء الله راها تعجبكم. يمكن لكم ديروا باي نوع ليمون اللي بغيتو، زعما عندكم الاختيار. اذا هنا وصلنا لنهايه الفيديو، تنقول لكم ان شاء الله في فرصه مقبله ان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله. وما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه في فيديو مقبل بحول الله.